ظاهرة البرلمان الطلابي في المدارس الفلسطينية أوجدت مساحة هامة للطلاب والطالبات للتعرف على سير العملية الانتخابية بشكلها الكامل، عدا عن صقل شخصية الأعضاء وتأثيرهم على زملائهم الآخرين، وكذلك قدرتهم على التواصل والحوار مع إدارة المدرسة لحل كل الأشكاليات التي تواجه الطلبة، وتطور عمل البرلمان الطلابي لفتح مساحة واسعة مع المجتمع الدولي والمحلي وإشراكه في مساعدة الطلبة عبر ورشات التثقيف والتعريف بكافة مناحي الحياة التي تتسبب مع أعمارهم. البرلمان الذي يتم انتخابه من الشعب في أي دولة ينتظر المواطنون من ممثليهم فيه نتائج عملية لكل من انتخبوا من أجله. أما البرلمان الطلابي في المدارس الفلسطينية وجدنا فيه ذات الإجراءات للانتخاب والتمثيل، لكن المبهر هو النتائج التي تتحقق من خلال أعضاء البرلمان الذين يتجندوا لخدمة زملائهم على اختلاف أعمارهم. أهداف البرلمان هي وساطة بين المدرسة، بين طلاب المدرسة وبين الإدارة والمعلمين والمجتمع المحلي. فهو ممكن ينقل أي شيء بدهم إياه الطلاب من مشاكل، من احتياجات، من نشاطات للإدارة، وبصير في نقاش بينه وبين الإدارة، وهو بيقدر ياخذ بالنهاية الموافقة أو عدم الموافقة للطلاب. المعرفة والثقافة وصقل الشخصية من أهم السمات التي يحصل عليها عضو البرلمان الطلابي، إلى جانب القدرة على الحوار والتواصل والتأثير من خلال مواقفه المتصلبة من أجل إيجاد حل لأعقد المشكلات التي قد تواجه الطلبة في المدرسة، والاستمرار حتى الوصول إلى الحل الملائم الذي يرضي كافة الأطراف. احنا الوسيط بين الطلاب والإدارة، بنعمل على بنشوف المشكلات، بنحاول نقترح لها حلول، بنحاول ان ندمج الطالب مع المجتمع المحلي، بنحاول انه نعمل على صقل شخصية هذا الطالب من خلال الاهتمام بالاساليب التعليمية بنشاركه. عمل البرلمان الطلابي الذي يأتي في أجواء من الديمقراطية تعدى أسوار المدرسة إلى المجتمع المحلي بمختلف مجالاته، ليفتح المجال أمام الطلاب للاستفادة من كل ما هو متاح من تثقيف وتعريف بكل ما يهم الطلب عن الحياة العامة، وفتح المجال لاكتشاف المهارات والطاقات الكامنة لديهم. أنا مبسوطة لأنه هذا الإشي بيساعدني إنه أصير واثقة بحالي أكثر، وعشان أمثل مدرستي بكل ثقة وأكون عندي قدرة على القيادة. رح أضل أرشح حالي عشان تزداد ثقتي بنفسي، وعشان أساعد برضو الناس في حل المشاكل، وعشان يصير في جو ديمقراطي، ويصير كل البنات يزدادوا ثقافة وعلم. ومن حسن حظنا أننا شاهدنا جلسة طارئة للبرلمان الطلابي لإيجاد حل لإحدى المشكلات والعقوبات التي فرضت من إدارة المدرسة على أحد الصفوف المدرسية، والتي انتهت بالتوافق على حل المشكلة. تجربة البرلمان الطلابي في المدارس الفلسطينية كان لها وقع ونتائج مبهرة وعظيمة، فالبرلمان يشكل حلقة الوصل ما بين الطلاب وإداراتهم، وكذلك انطلقوا للخروج من أسوار مدارسهم إلى منظمات المجتمع المحلي من أجل التعريف بهذا البرلمان والحصول على معلومات تكسبهم مهارات أكثر من تلك المجتمعات. محمد الصانوري، CGTN العربية، مدرسة بنات الأمعري.